سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا إله كريم حليم ودود رحيم. بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي، رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله جميعا يا رب العالمين، والله يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن والصدقات وكل الأعمال الصالحة يا رب العالمين، وتغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين أجمعين وذنوب الناس كاملين. حبيباتي الغاليات، هنا غنشارك معكم البارح شنو يعني البارح، ماشي نهار رمضان، ليلة رمضان فقنا قبل السحور بشي ساعة ونص. أنا ولدي قرينا شوية القرآن، مشينا للمسجد ديالنا قرينا القرآن، درنا صلينا شي نوافل، من بعد حبيباتي درنا شوية تسبيح، وبقينا كنهضروا شويه في الدين هكا، واحد شويه يعني ماشي بزاف، غير شويه ما نكذبش عليكم، شويه شي اسئله بحال هكا. ومن بعد كل واحد مشى للبيت ديالو، انا مشيت كملت قريت القران في الغرفه ديالي، شديت التسبيح ديالي، هاد التسبيح كتشوفوا حبيباتي ديال الوالد ديالي عاطيه لي، عزيز عليه وعطاه لي لاني انا بنت الكبيره زعما، وعزيز عليا. انا كنخبي غير في غرفه نومي، كنديروا فواحد العلبه هنايا. بقينا انا سحرت الصراحه غير بكاس ديال الماء، ولدي هبط كلا واحد شي حاجه شي فواكه، وهذا وهذاك هو كان سحورنا. من بعد مشينا رجعنا صلينا الفجر يعني جماعه انا ولدي، وسبحنا، وهذا هذه الامور الدينيه كنهضر عليها غير في هذا رمضان. انا ما كنبغيش ندخل الدين ديالي يعني داكشي بيني وبين ربي، ولكن هنا هذا شهر العباده داكشي علاش كنهضروا عليه. من بعد حبيباتي رجعت نعست، ما فقت حتى ل 11. فاش فقت هويت الدار، هويت غرفه نومي، مشيت طلعت القطاطات للسطاح، رجعت قديت الغرفه ديال النوم ديالي وخرجت قفيطنات عندي زعما هادو قدام عندي، ولكن خرجتهم قلت غادي نلبسهم في هذا رمضان، نبقى نبدل بهم ماشي يوميا ولكن مره هكا، خاصه عند الفطور ندوشوا داكشي نلبسهم. المهم انتم كتشوفوا الدار نقيتها، تشوفوا الدار عاوتاني نقيه لتحت. حبيباتي الغاليات، هانتوما كتشوفوا السيجور ديالي نقي، الدار كامل نقيه الحمد لله، لاني قبل ما ننعس كندور ندير فيها دوره وكنشوف وكنوجد الاشياء اللي يعني ساهلين يتوجدوا من بالليل وما غاديش وغيضيعوا لي الوقت في النهار، كنحيدهم عليا من بالليل. هنايا كتشوفوا القطيطات ديالي، هاد القطيط جديد. المهم الصاله بعدا كنشوفوا هذيك الملفه ديالي، كنحط الكرسي دائما بلاصه هذاك القنت هو كنصلي فيه في التحت هنا في السيجور، يعني ما كانلاش نطلع الفوق. وهنايا معيناتي تما مغطيين دائما، كيكونوا موجدين ومغطيين. هنايا كتشوفوا تشيكو، هنا ريو، هذا القط جديد، هذا عطاه ليا البيطري ديال القطيطات ديالي، واحد السيده كانت مربيه مسكينه وما بقات قاده عليه وعطاه ليا، وزوين الله زعما بغيت نقول لكم الله عمرها دار هذا القطيط زوين. المهم انتم كتشوفوا الدار نقيه، واخا هو فجار باقي ما تقبلوه القطيطات، ولكن دابا صافي راه تقبلوه. دابا عندي شي 4 أيام او 5 أيام دابا الاربيتر ديالهم باقي كيكتشف الدار، ظريف زوين شتوه، باقي غادي يولي بحال راه يلاه عنده 5 شهور، ولكن تبارك الله عليه من دوك ديك السلاله الطويله شويه هكا كيتجبدوا هما بحال سبحان الله. قلت لكم نقيت الدار وداك الشيء درت. دابا هنوريكم هاد الطبله، هذه الطبله هذه هنايا غير جبت البخور حطيته، خلي بقات لي غير الاسبيراتور دوزتها اليوم، حطيت تما الخنشه ديال القمامه فيها داكشي ديال الاوراق، بزاف ديال الاوراق، كنت صادر صوت مذكرات وداكشي، حيت بزاف الاوراق عليا شريتهم. هنايا حبيباتي وجدت المعينات اللي غادي نستعملو، عرفتو هنايا دابا في هاد رمضان كما قالوا راه يعني ممنوع الخروج، ممنوع الدخول، ممنوع بقاو يقول لهم غير اما بقاو ليهم غير يقول لنا صافي موتوا المهم الله يرفع علينا هاد الوباء. جد الاشياء حطيتها هنا في الطبله اللي غادي نستعمل، ما فيها ما يبقى يطلع، لانه كاين شي بعض المواعن كيكونوا في البيت ديال المواعن فوق بيت الضياف في غرف النوم، وماشي غرف النوم، واحد الغرفه عندي راه وريتها لكم راكم عارفين، وشي حاجه كاينه في بيت الخزين بحال هاد الشيء كنحتاج له، هادو حلسه بيفيرين وهادو القطبان، هذا غير كان هنايا صراحه ما غاديش نحتاجه. المهم درت انا سكر القهوه، هذه التمر باقي خصني نمسحها، حطيت انا القهوه هنا، الطحين طلعته من بيت الخزين، وهنايا التمر كما شفتوا. المهم هنايا المعنى هاد الزليفات هادو نشاركهم معكم، شريتهم جبوني قلت نبدل نغير، شفتوا كنت كنجرب غنحطهم هكا تغسل الكحل الكبير البلا، وهذاك شتو راه دابز، شتوهم ما عرفاش شنو دار هو، اش دارت هي طيب شتا دايره باقي ما قبلاته. راه شاركت معكم دابا، راه فاش كيجي عندك شي قطيط جديد راه قدام ما كيقبلوه بسرعه.
هو باقي كيكتشف. هانتوما المهم، هانتوما شاف معاك مزليفات زوينين جديد، غير جوجات، غير انا ولدي شديت غير جوجات، ما بغيتش شدهم بزاف الصراحه، عجبوني الصراحه غاليين، فهمتي، خصو نزيد منهم واحد الكميه كبيره. هادو هما جبت انا باش نبدل ثلاثه د النوع، يعني دابا هادوك جداد وهادوك جوج قدامات عندي غادي نبدل بهم. وكاين الابيض في الكوزينه، داكشي ديال الطوس ما بقيتش سبحان الله كيعجبني. هادو ديال الديسير ديال غنبقى نحط فيهم دانون وداكشي. ايوا بخرت الدار، دوزت لاسبيراتور اليوم. الدار نقيه الصراحه، نتوما الارضيه ديالي نقيه كتلمع، دوزت لاسبيراتور ملي كتكوني منظمه. داكشي انا ما عنديش الدراري الصغار الله يحفظهم ان شاء الله، الله يحفظ الوليدات، ولا عندكم دراري صغار ضروري تصبح الدار شويه مرونه وماشي مشكل، راه الدراري ضروري يلعبوا. المهم غادي نمشي دابا، نتوما شفت معكم بخور، شفت معكم قطيطات، وغادي نمشي دابا ندير شي اغراض. حبيباتي الغاليات، اول حاجه خرجت من المجمد، خرجت الحوت هو وخرجت الحريره ياك. غادي نفتحها دابا من البلاستيك ونخليها تطلق واحد شويه، غندير عليها الماء وداكشي، كيما غنشعلش عليها دابا باقي الحال غادي نمشي نعجن. غادي نشارك معكم اليوم العجين، الفطور ديال اول يوم رمضان. حبيباتي الغاليات، غادي نعجن دابا عجينه كاينه غير انا وولدي، يعني فطور اقتصادي، ولكن حنا في رمضان كنبغوا الطبله تكون مشكله ومنوعه، ولكن في نفس الوقت نحافظوا على البصام ديالنا. لهذا غادي نعجن غير القياس باش ما نرمي، ما نعمرش الكونجيلاتور من اشياء انا غادي نستعملها اليوم وغدا غندير شي حاجه. انا يعني كل نهار كنبغوا يعني كنتشهاو كنديرو كنبغوا نوروا حنا تيدينا في رمضان لوليداتنا وانتم تي الازواج ديالكم. وهذا المهم حبيباتي، هنايا غادي ندير جوج كيسان ديال الطحين، واحد غادي نخرج فيه الطيبيطات نعمرهم، وواحد غندير فيه خبيزات صغيورين، كتعرفوا الخبز كيتكال كي معاهم الزبده مع هكا ومع السلطه اللي بغى المهم يدير، المهم خبيز وصافي اللي بغى يتكال تكلم. المهم الخبز غادي نقطعو بهاد القطاعه هادي، والبطبط غنقطعو بهاد القطعه بهاد الجهه هادي، شتو وحده كبيره على وحده. المهم راه الصغارات هادو الحجم الصغير. هنا غادي ندير جوج كيسان، هنا عندي دقيق ديال الفورس ما درتش فيه الفينو، مغربلتو مزيان شتو، كاس ما عامرش ديال الطحين قدامكم، ما غاديش نقطع باش نوري البنات بالله تقدروا تخرجوا. هانتوما جوج كيسان ديال الطحين، لان كاينه غير انا وولدي، شتو شويه ديال الطحين الا عبرتها يمكن ما غاديش تجينا رابعه ديال الطحين. غادي ندير واحد شويه ديال الملح، ها هو غندير واحد شويه ديال السكر، ندير بحال داك التركي ها شويه باش يتحمر ليا، وغادي ندير شويه ديال الخميره وشويه ديال الزيت. الزيت غادي نخوي واحد شويه، نخلي شويه غادي ندهن به العجينه باش نخليها ترتاح، وغادي نخليها شويه. هاد الخميره هادي غادي ندوبها في واحد الكاس اللي انا كنت عبرت فيه الطحين، غندير فيه الماء هو الاول الا درت الخميره لتحت ودرت عليها الماء، غادي تشربك لي. المهم درت شتو نص كاس، اقل من نص ديال العنبه ديال الماء الدافي، غادي ندير فيه شويه الخميره لاني يعني عندي الوقت، وغادي نحركها بصغير بصبعي بحال هكا، وغادي نخليها ترتاح حتى تفاعل، عاد غادي نبدا نعجن. ها هي غادي نخليها شويه على بين ما تفاعل، غادي نمشي ندير شي حاجه اخرى. حبيباتي الغاليات، باش ما نضيعوا الوقت غادي نهضر لكم دابا على البنات اللي كيبغوا يشكلوا في رمضان ولكن كيطلع لهم ميزانيه غاليه. علاش؟ لانه كديروا اكثر من القياس كيطرمع. حسبي مثلا عندك البطبوط، عندك دايره مسمن او ملوي او شحال من حاجه، ديري قطعه لواحد، قطعه من الحاجه لواحد وصغري الحجم ديالها، لان حسبي انت شدي واحد الصحن وديري فيه حاجه 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 من الحاجه وحطيها، الا اذا كان عندك شخص مثلا عزيز عليه البطبوط وما غاديش ياكل الاشياء الاخرى، هنا ديري له القياس ديالو ديال البطبوط، او عزيز عليه الملاوي وما وكياكل غير حاجه صنف واحد من الاشياء الاخرى، يعني هنا ديري له مثلا جوج ملويات. لهذا هنايا نديرو القياس ماشي، يعني الا شديتي الصحن ودرتي فيه بطبوطه صغيره مثلا واحد شوسون صغير حجم صغير، درتي ملويه حجم صغير، درتي زفاد الحريره، درتي تميرات، درتي مثلا شويه ديال السلطه، قطعه ديال الحوت، الله يجعل البركه، بيتزا صغيره، واحد البيتزا صغيره، وهذا وهذيك الاشياء تبقى لينا
هي العشاء، انا هي اللي كندير العشاء، كندير الحوت، كندير سلطه، كندير عصيرات، كندير هذا الفطور ديالي. غادي ندير اليوم واحد الطبله مشكله، هو يوم رمضان، ودائما في بدايه رمضان كنبغوا نحطوا اشياء من عليها. هذا ديري القياس، صافي الخميره ديالي تفاعلت، ديري القياس ولكن ما ترميش، وشكلي ديري من كل حاجه الصنف بغيتي، غير انت ما ترمي. بسم الله، انا جنى غير باليد، بسم الله توكلت على الله. دائما ذكروا الله سبحانه وتعالى في كل شيء باش تنزل لكم البركه. انا زدت واحد شويه ديال الماء، صافي غادي نجمع هاد شويه ديال العجينه. غيضحك البنات هاد شويه ديال العجينه، المهم حنا جوج الاشخاص ياك، ومازال غادي نوريكم راه غيشيط هاد الشيء. هكا حتى تجتمع ليا ديك العجينه كامل فزها، وراني ماسحه البوطاجي مزيان ديال دائما كنمسحو كنغسلو مزيان، وكنشلو مزيان بالشيفون والماء حتى يتشل، ما يبقاش فيه الصابون شي حاجه، وعاد كندوز الخل اخر شي حاجه. صافي غادي ندلك هاد العجينه ديالي دابا، شفتوها شويه ديال العجينه هاي، هادي غندير فيها بطبوط وخبز. طب لا راه ماشي بالكثره، بالتنويع نوعي، وحاولي ديري عجينه تخرجي منها عده اشياء. انا باقي غندير واحد العجينه اخرى، ولكن هاد العجينه ما تصلحش مع العجينه الاخرى، يعني داكشي علاش غادي نعجن واحد العجينه اخرى. المهم هادي ديال البطبوط غنحيدها عليها، هي ديال الخبز. غادي ندلكها شي 5 ديال الدقائق لان صغيره، وعاد غادي نلفها في السوليفان ونخليها يعني تدلك. دلكها باش تخلط داك السكر والملح وديك الزويته والخميره في الدلي كامل، شفتوا بحال هكا. صافي غادي نلفها دابا في السيلوفان، ما دلكتها كاع 5 دقائق، شي 2 دقائق نلفها في السيلوفان ونحيدها نخليها ترتاح. هي ترتاح وغادي نمشي نحضر الطحين، غادي نوقف الكاميرا حتى نمسح هنايا ونحضر الطحين ونجي لكم بالكاميرا. بريت العجينه ديالي الثانيه، ما غسلتش هذا لان عجنت فيه العجينه ديال البطبوط، ها هي هي والخبز. هنايا غادي ندير واحد العجينه، انا نخرج منها جوج مالحين وجوج حلوين معمرين كلهم، ولكن جوج حلوين وجوج مالحين. غادي ندير 6 الكيسان ديال الطحين ديال الفرن، هما 1 2، ما كنعمرش ما كان يعني ما عمرش، غير شفتوا اي شي حاجه. المهم نتوما غادي ديروا لكل صنف مثلا كاس وشويه، هذوك اربعه الاشكال شفتوا راه ما كنعمرش. تشيكو ريح والله ما عقلت واش درت دابا هذا الخامس ولا السادس، يعني تشيكو وريكم كاع السبع يا تشيكو. المهم انا غادي نديرها بالستة، وانتم راكم حسبتوا معايا يمكن. غادي نشد الكاس هذا نحيدو، غادي ندير واحد شويه، ما غاديش نديرها كامله، غندير غير النص ديالها ديال خميره الحلوه باش عطيني القرمشه، لاني بغيت هذا الشيء يجيني مقرمش. شفتوا درت غير النص ديالها. غادي نشد الكاس، غادي ندير فيه الماء والخميره ديالي الذوب، شويه الخميره، غادي نخليها تذوب. عندي هنا شويه ديال الملح، قريصه ديال الملح، عندي هنا شويه ديال العسل، كان واحد شويه ديال السكر في الطاسه درت عليه العسل، شويه جوج معالق صغار ديال العسل، وعندي واحد الياغورت السوس. وعندي هنا شويه ديال الزيت فيه التحميره، هذا الزيت هذا اللي كنصاوبو باش يعطينا ديك الحموريه لهذا المعجنات ديالنا.
غادي نتسنى دابا على هاد الخميره، ما غاديش نخلط هاد الشيء. هي تفاعلت، شفتوا هكا تبدا دير الفقاعات صافي. غادي نكبها نديرها هنايا وغادي نحيد عليها الكاس وغادي نبدا نعجن هاد العجينه غير بيدي، ماشي شي حاجه كبيره، نعجنها بيدي. وغادي ندير واحد شويه كاسرونه فيها الماء الدافي، ماشي دافي بزاف، راه برد شويه. بسم الله توكلت على الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وغادي نعجن هاد العجينه كما كتشوفوا، نخرج منها 4 ديال الشكيلات. ما خاصهاش تكون رطبه بزاف، ما تكون قاسحه. داكشي علاش الماء كنديرو غير شويه بشويه، وما كنديروش الماء قبل ما درنا الخميره ديالنا. علاش؟ باش داك الماء اللي دار فيه الخميره يعطينا يعني حتى هو، باش ما نجروش العجينه ديالنا صدقوا في اكثر من. المهم غادي نجمعها دابا وغادي ندلكها على البوطاجي باش تخلط داك الزيت، كتشوفوا داك الزيت باقي ما تخلط فيها صافي. غادي نديرها على البوطاجي صافي حبيباتي. هي كما كتشوفوا شتو، ما رطباش ما قاسحاش. غادي دابا نديرها في البلاستيك وغادي نخليها ترتاح ونرجع لكم. حبيباتي قبل ما نقول لكم اش غادي ندير هنايا، مشيت غسلت، كنت على بالي شتو العجينه ديالي خمرت، غسلت الحوت. هذا الحوت هذا ما عرفتش سميتو، هو داير بحال فيه الاورانج في القشره ديالو، ولقيت معاه هاد السيبيا، هذا اللي جاني من الداخل عقلتو، لقيت معاه هاد القطعة ديال السيبيا، غسلتو راه باقي مجمد. غادي نخليه واحد شويه، غادي نرقد هذا في الحليب، غنخلط دابا الحليب، غنزل واحد شويه باش نرقد فيه هذا. وغادي نمشي دابا نقرص البطبوط والخبيزات وباش نصاوب لا كريم باتيسيير اللي غادي ندير في هذاك الشيء الحلو غندير. غادي نشف هاد الكاسرونه هادي وغادي نديرو لا كريم باتيسيير. غادي نجيب الماء، نسيطرو الماء درو هي اللي بقات لي، ما غاديش تخسر لحني، غنستعملها غدا ان شاء الله في شي حاجه اخرى. المهم انا كنخدم بنيدو بزاف باش ما نقرصكم، غادي ندير لا كريم باتيسيير هو اللي هو قلت لكم غنقرص. كنخدم بنيدو بزاف، الا الياورت كندير نيدو، كندير حليب السائل. غادي نستعمل واحد الطويصه قد هذه باش تعرفوا القياس، ملعقه جوج ملاعق كبار فقط باش نصاوب لا كريم باتيسيير. غادي ندير جوج ملاعق دابا ديال البودره لا كريم باتيسيير اللي كنت وريتكم درتو هنايا، واحد جوج عامرات، نزيد واحد شويه. انا ما غادي نسمع حتى شي حاجه، كتعجبني الكو ديال لا كريم باتيسيير هكا. غندير داكشي اللي غادي ندير معاها بحال الشوكولاته وشي حاجه هو اللي غادي ينسم. المهم غادي نخلط هاد لا كريم باتيسيير، نمشي نديرو على النار وغادي نبدل الباتري الكاميرا وتقاده ونرجع. حبيباتي الغاليات، الخبيزات ديالي والبطيطات ديالي واش هادي غتخرجي لها خبز بطبوط؟ شتو غادي تخرجهم ان شاء الله. غادي نقسمها على جوج هكا، على جوج، وغادي نفرقها على هذه. غادي نخليها نديرها بطبوط وهذه غادي ندير فيها خبيزات صغار. حبيباتي الغاليات، الفيديو غيجيكم طويل بزاف، داكشي علاش وليت كنقص مره وكنغير الصوت. هنايا قرصت، قسمت العجينه على جوج، نص درتو خبز خبيزات صغيرين بداك القطاعه الشويه الكبيره اللي وريتكم في الاول، والنص ديال العجينه درت منه بطبوطات صغار لاني كنسرحو رقيق باش يتنفخوا لي، جاوني فيه البطبوط بزاف. وحنايا غير جوج الناس، وليت درت نصو بطبوط ونصو بيتزات، يعني درت 8 ديال البيتزات، 8 ديال البطيبيطات و 8 ديال الخبيزات صغيرين.
يا حبيبتي شديت هذوك البطبوطات طيبتهم في المقله. هنا في الاول جاوني غير 7 ديال البيتزات، ولكن كان شاطلي واحد شويه ديال العجينه من يعني شاطلي واحد شويه ديال العجينه من ديال الخبز ومن ديال سميتو بيا درتهم مقادين. تعرف فاش كتقطعي بالقطعه كيشلق ديك الحاشيه ديال سميتو، وليت درتهم واحد البيتزا يعني ولاو 8 ديال البيتزات صغيورين وقدهم قد البطبوط. المهم حبيباتي طيبت الخبيزات هذا البطبوط ديالي في المقله بسرعه، ما كنخليش يخمر باش ما يقصح لي، وكنقلبو بسرعه راكم عارفين طيب البطبوط. وشديت البيتزا حتى هما طيبتهم غير شويه، غير لبيتهم هكا في المقله شويه من واحد جهه ماشي جوج جهات، وكنثقبهم مزيان بالفرشاط باش ما يتنفخوا لي. عاد حيتهم باش درت لهم باش ما يخمروا لي، يعني كنت زربانه وانا بوحدي في الكوزينه. حيداتي الغاليات الحريره ديالي غادي ندير عليها الماء وغادي نديرها طيب الماء بارد لان هي مغاسيه باقي متلجه، غادي نزيد واحد شويه تنغطي هاد الماء. هنا العود غنبقى حتى كيما كتشوفوا راه دايره فيها كلشي، السمن الحار العطريه كلشي كلشي درتو فيها الا الملح باقي ما درتو هو، والزيت ما كنديروش انا في الحريره ديالي وما كنديرش القزبر في الحريره ديالي. صافي غادي نسد عليها شويه حتى تطيب. انا كنديرها دابا خرج واحد البلاستيكه باش تفهموني، ياك كنديرها دابا تطيب ياك حتى تطيب هكا ما كنكثرش الماء، كنقسمها وكنهز القياس ديال اليوم هو اللي غندور بالطحين. الاخر كنخليه تيبرد كندخلو الثلاجه، وكل نهار كنهز منه وكندور بالطحين. بيت الغاليات الثوم المعدنوس البصله التوابل غادي نشحرهم غير في قطيره ديال الزيت، بحيث غندير الكفته، الكفته ديالي فيها شويه الشحمه غير تبدا البصله تطيح، ما بغيتهاش تطيح بزاف غير تبدا شويه تطيح باش ما تطلق، باش بغيت ديك اللي انا باقي غطي في الفران. ندير شويه ديال الكفته، عندي هنا الكفته ديال العجل، تقريبا 150 غرام 200 غرام هكا. صافي غادي نشحرها ونرجع. هنا حبيباتي كتشوفوا الخبيزات والبيتزات اللي طابوا نص طيبه غير شويه، غير باش ما تلات الخميره تطلع عليهم. 7 ديال البيتزات كتشوفوا و8 ديال الخبيزات، واحد الخبيزه شتها كانت سميتو راه باينه بالله يلاه ضربتها، وداك شويه العجينه اللي كتشوف فوق ديك العجينه اللي غنخرج من 4 تشكيلات هو اللي غادي نزيدو يولي البسطيله البيتزا الثامنه. دهنت الخبيزات ديالي باصفر البيض بقطيره ديال الخل، غادي نشرحها بالسكين، غادي ندير عليهم الزرارع، وغادي ندوز نقاد البسطيل البسطيل مالي على البسطيل البيتزا ديالي. غادي ندير شويه الصلصه ديال الطماطم، غندير شويه الفرماج، غندير زيتونه، شويه ديال الثوم القصابي، وغادي نخليه حتى يخمروا الخبيزات واحد شويه وغندخلهم للفران يطيب. حبيباتي الغاليات العجينه الاخرى اللي درت فيها 6 الكيسان ديال الطحين هي اللي غادي نفرق دابا، راهي طلعت هي طلقت مزيان. غادي نقسمها على 4 وكل جزء غادي نخرج منه شي حاجه. حبيباتي الغاليات قسمتها على 4، جزء خرجت منه 5 القطعات غنديرهم مسمنات معمرين، جزء قسمته على جوج غنديرو بان سويس، جزء قسمته على 4 غنديرهم حلزونات، وجزء خليته هكاك غادي نديرها هذا محنشه عامره بالكفته والبصله والتوابل. حبيباتي الغاليات غادي نبدا بهذوك القطع بجوج اللي درتهم، غنديرهم بان سويس، غادي نسرح وحده مزيان حتى تولي رقيقه، غادي ندير لها نسرحها بالزيت، عاد ندير فيها الزبده من الداخل اللي انا ذوبتها حتى مشى لها الحليب ديالها، وغادي نطويها على 4 ونحطها. غنشد القطعه الاخرى غادي نسرحها مزيان، غادي نحط فيها القطعه الاولى اللي انا طويتها على 4 بحال المسمنه، غنحطها الوسط وحتى هي غندير لها الزبده، وغادي نطويها على 4 وغنحطها ترتاح باش هي اللي غادي من بعد نديرها بان سويس. هنا حبيباتي غادي ندوزو للمحنشه، طبعا هذاك بان سويس راه ماشي بان سويس بان سويس، راه غير بان سويس ديال الخارجه الصحراويه. هنا غادي ندوزو لهذيك المحنشه، كنسرحها مزيان 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 مزيان، هي راه وحده هاد يعني قطعه وحده من هذوك الاربعه، ما يعني ما قسمتهاش، كنسرحها مزيان، كندير لها الزبده المذوبه من الداخل، كنسرحها بالزيت، كندير لها شويه المايزينا فيها باش تشرب ديك الزبده مزيان، وكنطويها على بحال المسمنه، ولكن ما غاديش نطويها الطيه الرابعه، غنطويها هكا وهكا ونخليها ترتاح شويه واحد جوج دقائق
غادي نمشي، راني كنت وريتكم قبل صاوبة الحشو ديالها، الكفتة بالبصلة والمعدنوس والثوم، غادي نديرهم فيها وغادي نلويها كما كتشوفهم. قبل ما لويت ما درتهم هذوك البصلة والكفتة، سرحتها واحد شوي فاش ارتاحت، درت لها هذاك سميتو، كل ما سرحته غتجيكم مرقة وتجيكم مقرمشة، راه كل شيء جا مقرمش حبيباتي. درت لفيتها ودورتها بحال المحنشل كنديرو. طبعا حبيباتي فاش لفيتها كامله كنبقى نجر فيها شويه شويه باش طوال تجيني طويله، كل ما جاتنا طويله كتجي احسن، ولكن فاش كنكون نلفوها ما كنزيروش، والعجينه ديالها خاصها تكون شويه يعني ضروري نديروها بحال مسمنه. صافي غنديرها في الطاوه. هنا حبيباتي ندوزو للحلزونات، وكل هاد الوصفات راني فايته دايرتهم معكم في القناه. كندوزو للحلزونات، كنسرح هاد سريحه وحده، راه غادي تجيني مرقه للعجينه تبارك الله، راه زوينه. بغيتو ديروها بحال مسمنه تجيكم، الا كان الطحين ديالكم وداك الشيء راه ديروها بحال مسمنه. انا درتها غير هكا وجاتني مقرمشه. شديت الفرماج هنايا ديال الموتزاريلا، شديت الفرماج المثلثات، شديت ربعه القطع مثلثات مع شويه ديال الموتزاريلا، مع شويه ديال الثوم، شويه ديال المعدنوس فقط، خلطتهم مزيان، عفستهم مزيان حتى تعفسوا. كنديرهم فيها، كنطويها، راكم نتوما كتشوفوا الطريقه بحالاش، كنشرحوها بحال هكا ما كندوزوش للراس، وكنديرهم غادي ندهنهم بالبيض. وحدين درت لهم الجنجلان الابيض، هادو الحلزونات، وهذيك المحنشه درت ليها الباف. حبيباتي دهنتهم، هادو درت لهم الجنجلان الابيض بالبيض، دهنتهم بالبيض، هادو درت لهم الجنجلان الابيض، هادو درت، هادي درت لها الخشخاش والباب. الغليت هنا غندوزو للبان سويس. بان سويس درت المايزينا، سرحته رقيق، انا كنبغيه رقيق، وانتم يفضل ما ديروش رقيق، انا كنبغيه رقيق لاني انا عزيز عليا الكريم باتيسير، كنموت عليه. المهم سرحته رقيق، كندير هذا كما كتشوفوا الكريم باتيسير فواحد الجهه، كنثبت داك الراس، كنطويها ونثبت داك الراس مزيان بحال هكا بصباعي، وكنشد كنحيد عليا داك المايزينا من الجهه الفوقانيه، وكنقطع داك الجوانب اللي شايطين من هنا ومن هنا، وكنبدا درت الشكلاط بعدا، كي درت الشكلاط على سميتو على الكريم باتيسير، وكنقطعها على الحجم بغيت، وكنحطها في الطاوه، غندهنها بالبيض، وغنديرها في الفران مع المسمنات فاش نكمل المسمنات. حبيباتي الحشو ديال هاد المسمنات، عندي الكريم باتيسير، عندي الكوك محمر، عندي شويه ديال المربى، كنخلطهم مزيان. وهاد المسمنات فايتها مصاوبتهم معكم شحال هذا، يمكن شي عام دابا، كنعمرهم بالتفاح، كنعمرهم بالفرماج، كنعمرهم، انا عزاز عليا هاد المسمنات، كيجيو مرقين مقرمشين زوينين. كنسرحهم غير شويه، راني مطويين على اربع مسمنات، كنسرحهم غير شويه، كنقطع واحد الجهه كما كتشوفوا، كنحط هذاك الحشو وسطهم، كنطويهم بحال كتشوفوا في الفيديو، وكنقطع هذوك الجناب اللي شايطين، وكنضغط على شويه داك باش يجيني مقاد لداخل، وكنحطهم، غنمشي معاهم حتى نكملهم كاملين. غادي ندهنهم كاملين بالبيض هادو ولا بان سويس، وغندخلهم في طاوه واحده الفران حتى يطيبوا يتحمروا مزيان، كنحطهم لتحت على 180 درجه حتى يطيبوا من التحت، ونحطهم الفوق حتى يتحمروا، وكنحيدهم. وغادي ندهن هاد المسمنه ديالي بالمربى، وغندير لهم شويه ديال هذا ديال اللوز إيفيلي والكاوكاو إيفيلي، مخلطتهم أنا كاملين. حبيباتي هاني دهنتهم، خليت هذاك سميتو هاد شوية قطعته من هاد شوية، كنت قطعته من الجناب لأنو شت جوج كبارات، درتو لويتو تما باش ميطيح، والمسمنات ديالي توما دهنتهم. فاش غنخرجو غنديرهم بالكوفيتير أو بالمربى أو بالناباج، ونديرلهم شوية ديال الكاوكاو مهرمش. هما حبيباتي هادو المسمنات خمسة وستة ديال بان سويس، هذا داك القطع اللي شرحت. حبيباتي هنايا كنت مرقدة شيبيات الحليب، هذاك الحليب هزيت منه واحد شوية، خلطت فيه الطحين، شوية العطرية، شوية الملح، شوية البودرة ديال الثوم، وغادي ندير فيه الشيبيا ديالي، وغادي نقليها في الزيت، كنتسنى الحوت ديالي يكمل القلي ديالو، ها هو، وغادي ندير عليه. حبيباتي حنا غير بجوج، نقص الحريرة هنا في الكاسرونه ودورتها كما كتشوفوا، هنا دورتها، دابا انا ما كنديرهاش ثقيله، حنا كنديروها خفيفه. والعصير ديال الليمون، هاني كنعصر عصير الليمون بيور، غندير غير عصير ليمون بيور النهار الاول، ونشوفوا الا خاصنا شي عصير مع الثاني ونزيد.
حبيباتي الغاليات، انتم تشوفوا كل شيء طاب تبارك الله. غادي نعاود لكم اشنو درنا به كامل، ما كليناش وحدنا. المهم هنايا مصاوبه دانون في الدار، دانون زبادي، حنا كنقولوا دانون الزبادي في الدار. درت فيها الطويصات على حساب السحور، وغادي نحطه في الطبله باش تصوروا تشوفوه. المهم حبيباتي درت هزيت منه، دايرته مسوس بدون سكر، درت له شويه ديال اللي انا حمرت قبل، حضرته قبل، ودرت عليه شويه ديال الكركاع، درت عليه شويه ديال الشيا زاد او شي الغران د الشيا او حبوب الشيا، وفقط اللي بغيت شويه ديال العسل لان ما فيه السكر او فواكه، هذا هو السحور ديالنا. المهم حبيباتي غادي نجيكم دابا، ومن بعد راني مشيت عمرت البطيبيطات ديالي، درت فيهم شويه المايونيز، درت فيهم شويه ديال الخس، شويه ديال هذا لدان فومي، شويه ديال واحد نص طوماط سيغيز، وهادو هما عطاوني تبارك الله كميه كبيره. فاش حضرت هاد الكميه هذا اليوم الاول في رمضان، واول مره غادي نصوم غير انا وولدي يعني جوج الاشخاص، فاش هادشي كامل وحطيناه على الطبله صورناه، وكان كنتسناو المغرب يبدا، وانا نقول ليه، قال لي ولدي كاينين شي دراري طلبه وهذا وهذا، قلت ليه نعزلوا واحد لابواط، نديروا واحد العلبه نديروا فيها شي حاجه من هكا، عيط عليهم يجدوا. دار لهم التليفون، وبالفعل جا واحد من صحابه مسكين على الموتور وداه. احنا ماشي هنا باش نقول لكم، غير نقول لكم هاد الكميه راه مفطره 4-5 ديال الناس، يعني راه ماشي غير ديال جوج الناس فقط. هاد الشويه اللي كتشوفوا 8 ديال الكيسان ديال الطحين، جوج درنا بهم البطبوط والبيتزا والخبز، و 6 درنا بهم هاد المخبوزات كاملين، راه كيعطونا بزاف. 8 كيلو ماشي كيلو، شي 800 غرام ديال الطحين او 700 غرام ديال الطحين تقريبا، بقى واحد الربع في هذاك سميتو ديال الطحين. وهذا هو اول يوم رمضان ديالنا معكم، نتمنى يعجبكم هذا الروتين، هو خفيف ماشي شي حاجه سبيسيال، ولكن مائده راهي كافيه لخمسه الناس. فطور الا كانوا الله يحسن العوان كيخدموا برا وداكشي، ولكن الا كانوا غير في الدار راه قادتهم فطور وعشاء والسحور، هادشي كلشي اللي درنا. العصير ديال الليمون كيف ما كتشوف راه كاين دابا الليمون زوين، ماشي داك نافي الكبير للعصير، وهذه هي. والحريره دوك الزليفات كندير غير القياس في كاسرونه، يعني ما كتشيطليش طايبه، مدوره بالدقيق كنخليها في الثلاجه كتبقى مزيانه، وكندور غير القياس ديال. نتمنى يعجبكم هذا الشيء، واني بكم راني نحبكم كاملين، وراه كيسلم عليكم القطيط الجديد، الضيف ديالي الجديد.